أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. إذا في إطار دروس مادة الفرنسية للمستوى الرابع، نشوف درس ليكتور من كتاب ميز أبرنتيساج أون فرونسي للمستوى الرابع، باج 13 يونيتي 1، يعني صفحة 13 الوحدة الأولى. أون فا كومونسي. إذا لنبدأ القراءة. العنوان: Du thé pour les invités. Au Maroc, le thé à la menthe se prépare souvent en présence des invités. Selon les familles, c'est le mari ou la femme qui se charge de cette préparation. Pour la cérémonie du thé, on utilise un service spécial en métal ciselé, comprenant une bouilloire, deux platons ronds à trois pieds. Sur le premier, on dispose des verres gravés et une théière. Sur le deuxième, le thé vert, la menthe fraîche et des morceaux de sucre dans des boîtes. On peut également ajouter des fleurs d'oranger et d'autres herbes. On accompagne parfois le thé de gâteaux au miel, aux amandes et au sésame, comme les cornes de gazelle. Cette cérémonie dure un long moment pendant lequel on échange des informations et on raconte des histoires. Généralement, on sert les invités trois fois. إذا نحاولوا شرح النص. إذا بالنسبة للنص كيهضر على العادات المغربية والتقاليد المغربية. إذا يعني الشاي. Du thé pour les invités. الشاي بالنسبة للضيوف. إذا أمارو في المغرب. Le thé à la menthe. يعني الشاي بالنعناع. كيتحضر يعني دائما بحضور يعني الضيوف. Selon les, على حسب العائلة. سي لو ماري، إما الزوج أو الزوجة هي اللي كت يعني كتكلف أنها تحضر دو سيت بريباراسيون، يعني تحضر هاد الشاي. إذا بور لا سيريموني دو تي، يعني بالنسبة لحفلة الشاي، كنستعملو أون يوتيليز أن سيرفيس سبيسيال، يعني كاين واحد الطقم يعني خاص يعني من المعدن أو ميتال. أوكي، أو ميتال سيزلي كومبرونون، كيحتوي على يعني السخان اللي كنسخنو فيه الماء. دو بلاطو، جوج بلاطوات، إذا دائريين، عندهم ثلاثة رجلين. بالنسبة سيغ لو بخومي في اللول، أون ديسبوز كنزلو لي فيغ، يعني الكيسان محفورين، بأون تيير هو يعني إبريق الشاي، يعني فين كنطيبو أتاي. في التاني سيغ لو دوزيام، يعني الشاي الأخضر، لافونت، يعني الشاي يعني باقي ما طيبش، الشاي الأخضر، نعناع فخيش، يعني طري. وقطع مناش من السكر في لي بواط كيكونوا منزلين في لي بواط. اون بو ايغالمون ممكن نزيدو دي فلور ورود برتقاليه وبعض النباتات، النباتات اللي كيكونوا يعني النعناع، وممكن نزيدو شي نباتات اخرى. ممكن رافقو اون كومبان بارفو لو تي، كنرافقو اساي بايش بالكاتو الحلويات والعسل باللوز سمسم سيزام كذلك كعب الغزال. اذا هاد الحفله سيتيرموني طول، يعني دور ان لون مومون، يعني خلال بوندون لوكيل كنتبادلو معلومات كنعاودو قصص. اذا جينيرالمون في على العموم يعني هاد الشاي كيتقدم الحضور ثلاثه المرات، يعني المره الاولى والثانيه والثالثه. هذا بالنسبه للنص. اذا كيهضر على طقوس ديال الشاي بالنسبه للمغرب كعادات وتقاليد اللي كاينه في المغرب، والشاي معروف يعني في المغرب يعني التقاليد المغربيه. اذا بالنسبة نعود قراءة نص، إذا نتابعو. Du thé pour les invités. Au Maroc, le thé à la menthe se prépare souvent en présence des invités. Selon les familles, c'est le mari ou la femme qui se charge de cette préparation. Pour la cérémonie de thé, on utilise un service spécial en métal ciselé, comprenant une bouilloire, deux plateaux ronds à trois pieds. Sur le premier, on dispose des verres gravés et une théière. Sur le deuxième, le thé vert, la menthe fraîche et des morceaux de sucre dans des boîtes. On peut également ajouter des fleurs d'oranger et d'autres herbes. On accompagne parfois le thé de gâteaux au miel, aux amandes et au sésame, comme les cornes de gazelle.
Cette cérémonie dure un long moment pendant lequel on échange des informations et on raconte des histoires. Généralement, on sert les invités trois fois. إذن بالنسبة أوكي قرينا النص فهمنا النص إذن أبخي ممكن نجاوب على الأسئلة أبغيت نجاوب على الأسئلة خليها في التعليقات إذن بالنسبة هنايا سيرفيس سبيسيال أو ميتال يعني واحد المعني كيكون محفوظ فيه إذن نسيت ما شرحتهاش لكم قبيلتي ودجا عندكم هنايا شرح ديالها في النص إذن نتمنى نكون فتكم شكرا وإلى اللقاء